الجمعية مزمز بدا ترمى فوقاش اسسوها الجمعية هذه؟ عندنا من الجدود ومن الشيوخ الاولين ملي كانت هذيك الساعة ما كانش الكلمات كدير، كان العطارة والبندير والتعريجة والمقص كيف باش يتغنى. هنا جا واحد الشيخ تيقول له الشيخ ميلود بن الضاغمي الله يرحمه مسكين، هو اللي دخل هذه الكمانجة لعبيدة ترمى باش بقات مولوتة دابا باش تيديروا الكمانجة هذيك، هي مولوتة من الشيخ الشيخ، هي الأزلة دابا باش نحد لك ديال التاريخ ديالها ما محدودش، حيت دابا هذه الرباعة تمات شي واحد تيخلفوا بلاصتو، مات الآخر تيخلفوا بلاصتو. كتعملوا داك الشيء ديال عبيدة ترمى هما يعني غير نوع ديال الرقص وكيعملوا حتى الغنى ديالهم حتى، ولكن دخلتوا فيها حتى الهيت ولا؟ كنديروا الهيت، حنا عبيدة ترمى كنديروا الهيت، كنديروا المسرحية، كنعطيو الفكاهة، كنقولوا كلام الزازال، كلام ديال الجواد وكلام ديال التراميت، حيت التراميت عندها شروط. هي كيفاش البداية ديال الرماد قالوا الشيوخ عليها؟ قالوا بسم الله في الرميان بدا نتعلم بنية الجهاد في العدا، هي اللي جبنا بها الإسلام، راه هي اللي هي ديال التاريخ. علموا أبناءكم ركوب الخيل. نعم. قالوا بسم الله في الرميان بدا نتعلم بنية الجهاد في العدا، يا سام عليا وطوح شيخك لا تكون مفاقم سير مسلم، طوح شيخك لا تكون مفاقم، نخدم من الرما والطلبة بالنية، وعبد الطلبة خديم الله العالم حبي فيهم كثير ولا خدعية، وطوح شيخك فيما يريد لن تدي الكيمياء، وياك من الكذوب راك يعدم ويخلي مولاه في الخزية، طوح شيخك وزوريه بقدامك ودي فيدك الهدية فيما راك يتبسم ولا طاب لك تقوام كمية، حروف شي خمسة ستة بهيت لازم، المحبة والشجاعة وتسليم النية، والبارود يحسبوه في الوزان وقياب وقيا، شحال من واحد تيقول معلم خصو يسال مسقم شلا أشياء عندهم غبية، شيخه هو إبليس خذ هذه مروية، حبوا في الرما والجواد كي الورد مختم، ونسادتنا الطلبة هما قرة عيني الله يرحم الشيخ. ثم كتحضروا المناسبات يعني والافراح وكتحضروا كنحضروا في المهرجانات ديال الفروسيه وديال الخيل وديال السلوقي وديال المهرجانات كاملين كتحضروهم ضروري كتنظم في المنطقه كامله. المنطقه كامله كنحضروا مع الجمعيه ديال الرما، كنحضروا مع صحاب التير ديال الرما، كنحضروا مع السلاك، كنحضروا مع مول الخيل، حيت حنا هذه التراث ديالنا، حنا الشيوخ ديالهم. حيت هو قال له ايه وايه تدبير، والعين الا شاف العين تدحير، والخيل الا شاف الخيل تدغير وتميل، عندك الطلبه والرما وشرفهم مال الخيل وهذو مال السلاك الدنيا محدود، هذو اللي عنا بهم عنا به، اللي ما عناش بهذا التراميت اللي عنا بهم عنا به، واللي ما عناش بهم غير لوحو، وين اللي كيخلط النقره مع القزير بالتالي كيشمط على روحو. خصنا نعاونوهم وندعموهم داك الشيء هما كيحافظوا على التراث ديالنا. هذه دايره التراث ديال البلاد ودايره التراث الحمد لله. هذه دعوه منك سي هذه دعوه من هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، حيت هي التراميت على من نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم، كما نزل عليه القران من السماء فهي نزلت عليه من السماء، ولما عطاها السيد سعيد بن وقاص، سعيد بن وقاص يعلم المجاهديه، ووصل سيد النبي على دور بها الطيفات على الرما والطلبه ومن السلاك وام الخيل يحضروا معاه في كل جمعيه. وقلنا كيفاش تحضر هذه المناسبه ديال يعني ديال السباق ديال السلوقي في العريش وداك الشيء، كيفاش جات الدعوه باش دعتك الجمعيه وداك الشيء؟ لا في العريش ما مشيناش. لا باش جيتي باش حضرتي معنا. قلت باش حضر هنا. لا هما تيدعوني حتى هذه جمعيه في كما كانت شي مناسبه ديال المهرجان ديال الرما ولا شيوخ الرما خصني نحضر بها. بغا شيخ وشي شيخ يردوهم قدموا لي خصني انا نكون حاضر. حيت هذا الشيء مولود عندنا من شيخ الشيخ. إلا ما حضرتش أنا في الجمع باش يشيخوا فلان يقولوا أنت الشيخ ديال الرما، حيت قال لك عمر الشيخ ولا المقدم ما يشيخوه الناس عمى، شيء ما من عيني من الكلام الرما، ولا يعرف حروف الشيخ كيف هي، كيف العمالي مقول العمى ولقاهم لي غدا تباك ولا غدا معمية.